السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني يا شيخنا، هل يجوز معاملة الأسرى الإسرائيليين بنفس العنف الذي يعاملون به الأسرى الفلسطينيين؟ نحن لنا دين ولنا شرع يتبع، قد قال يجب أن نعملهم بإحسان، يعني قد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير في الغالب الذي عند المسلمين يكون من الكفار، تمام. فهذا كلام الله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني أي أسير يا شيخنا حتى لو كان مجند؟ ما هو الأسير، ما هو عموما الأسرى أسير المعركة في حرب الكفار، أسيرهم الأسير من الكفار يعمل بالإحسان زمن كما أمر الله. تمام، ماشي يا شيخنا، بارك الله فيك. الله يسلمك.